السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة كاميرا أو فوتوغراف العيادي. الآن وإياكم كنتواجهوا هنا بعاصمة دلاح أو عاصمة البطيخ الأحمر هنا بإقليم زقورة، بالضبط من منطقة الفيجة. وإياكم غادي نحاول ما أمكن نقربكم من الفلاحة اللي كتدور هنا بلاد دلاح، بلاد دلاح إضافة للدلاح. على أين هذا هو الموضوع ديال هذا الفيديو هذا اللي غادي وإياكم اللي غادي تشوفوا معايا. خليكم معايا. هذا هو الشريج اللي كيستعمل هذا الفلاح، هذا هو هذا الفلاح. هذا الفلاح هذا لقيته قال لي دوماج، قال لي الماء، قال لي واش الله أعلم واش يعني ينجم هذا الفلاح هذا، زعما واش هذا الغلة هذه واش تخرج ولا ما تخرجش، يعني واش يعني القليل الماء قليل. قال لك وما قال لك ما كافيش بزاف، الى درجه انه كيستعني يعني بالماء ديال الجيران اللي ما داروش الدلاح هذا العام هذا. على عين الله يعاون الجميع. كما كتشوفوا هذا الفدان هذا اللي من هنا كما كتشوفوا من هنا تقريبا زيد تقريبا الفدانه تكون فيها تقريبا شيء الله اكبر شيء 200 متر تقريبا على شي 400 متر تقريبا اللي عند هذا. على اين المنتوج ديال هذا العام هذا تعطل شويه، سبقوا الناس ديال طاطا المنتوج. تبارك الله، شوف تبارك الله فين دار هذا البلايصه ديال الراحه. تبارك الله دارها بالعواد ديال النخل. على اين باقي معكم في جوله يعني في هذه الفيرمه هذه ديال التلاح هنا بالضبط منطقه الفيجه بزقوره. الطريقه باش كيجبدوا الماء من الصنده هي هذه، كيستعملوا الموتور ديال الطوموبيل مع هذا الديمو ديال الضو باش كيدوروا على اساس يعطيو الضو للبومبه تجبد الماء من الصنده. قضيه الماء غادي نسولو شحال يعني العمق ديال الصنده هنا. باقي غادي نسول السيد مول الفدان والذي يقولنا العمق شحال فيه. وكما كتشوفوا تبارك الله اللهم بارك، هذه الهضره ديما كنقولها وكنعاود نقولها. الفلاح المغربي صراحه راه ما عند الواحد ما يقول عليه. هذه هي الصنده، هي هذه هنا منين كيجبد الماء. باقي غادي نسول الفلاح نقول ليه شحال عنده يعني العمق في الصنده، هو اللي غادي يعطينا هذه المعلومه هذه. هذا العمق فاش عنده الصنده، في العمق ديال 68 متر كما كتشوفوا. يلا الصنده يلا كتطلع هذه البركه هذه، يعني الماء عندهم قليل شويه. لهذا الفلاح او سوى نصيحه واحده اللي غادي نعطيكم في هذا الفيديو هذا، اللي بغى يتقضى الدلاح ديال زقوره اي خضار قال لك شي ثمن الا وقول له اللهم يسير، خذ بالثمن اللي قال لك وتعاونوا مع الفلاحه وتعاونوا مع الخضاره. الله يكون في العون. راكم عارفين هذه الجائحه هذه راه كلشي كيغوت، وكنتمناو من الله يرفع علينا هذا الوباء هذا، ونتمناو من الله يرفع علينا هذا الوباء هذا وترجع الحياه للطبيعه ديالها كما كانت. هذا هو المهم. على عين باقي غادي نشوف واحد الفدان اخر لديك الجهه ديال الطريق نشوفوا اش فيه. كما كنشوفوا يعني الفايجه ما كديرش غير الدلاح بوحدو، كما كنشوفوا هذه هي يعني الغله ديال القمح ديال هذا العام هذا، هي هذه تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك. على عين الاخوان باقي معكم في جوله يعني في الفدان ديال الفايجه. كلنا كنعرفوا الفايجه اللي كتواجد يعني الاول او هي اللي كتسمى يعني بالعاصمه ديال الدلاح هنا بزقوره. تبارك الله شنو هذا البركه هذا، تبارك الله هذا هو الشعير. اللهم بارك. تظلمين وما ادراك ما تظلمين. على اين باقي ان شاء الله معكم في جوله يعني في هذا البركه هذه ديال هذا الفدان هذا ديال الفايجه. كما الله اكبر، كما قلت لكم اي فلاح
اي فلاح، هذه كنقولها وكنعاود نقولها وكناكدها ديما في اي روبورتاج، اي فلاح كنشوفوا الا هو كيدير هذه البصله، هذه هذا النوع ديال البصله ديال الحراه. الامازيغ، الشعب الامازيغي مع الخبز ديال الشحمه هنا فين كيستعملوه بزاف. هذا تبارك الله كيبان ليا غير واقيلا داكشي اللي داير واقيلا لدارو. وهذه كذلك، هذه كذلك المخرب او الخرنب هو هذا، تبارك الله اللهم بارك. الحراف هو هذا اللي باقي قدامنا هنا، والنخل كذلك، شجر النخل كذلك. حتى هاد البليصه هذه معروفه كذلك بالجوده ديال التمور ديالها، خصوصا وحنا مقبلين على شهر رمضان. اي واحد سولتيه في الجنوب الشرقي على زقوره الا وكيسميوها بدره، الاجداد او جدودنا كيسميو يعني زقوره والنواحي كيقولوا لها دره معروفه. كانوا جدودنا كيجيو كيضربوا المئات ديال الكيلومتر على اساس يتقضوا التمر ديال زقوره، او كما كيقولوا التمر ديال دره، كما كيسموه التيني ديال الدره. وبالضبط اش كيتقضوا جدودنا الله يرحمهم ويرحم جميع اموات المسلمين، كيتقضوا تحموت التمر هذا اللي كيسميوه تحموت، هو اللي كيتقضوه بزاف، كانوا جدودنا كيتقضوه بزاف من هنا. على عين هذه اللي كنشوفوا كذلك هنا هي فيرما ديال الدله حتى هذا، ولكن هذا باقي معطل شويه. والشجر كذلك ديال اللوز حتى هو كيديرو حتى هو بكثره، هو هذا اللي قدامنا في الصوره. ولكن سبحان الله هذا العام ما عطاش مزيان، يعني الشجر ديال اللوز هذا العام ما عطاش مزيان. بحال هذا الروبورتاج هذايا اللي تقريبا اللي صور جهته يفرط، واحد الدوار هنا كيسموه يفرط، كان هو في الجامعه ديال تغبل. هذه هي الباربه، هذه اللي كتشوفونا في الصوره، الباربة هي هادي، اللهم بارك. الباربة الزيتون حتى هي بان ليا شجر الزيتون كاين هنا، ولكن بالضبط هاد الوقيته هادي الاغلب ديال الفلاحه ديال زكوره كيديروا الدلاح. تبارك الله اللهم بارك. هاد الدلاح ديال الفايجه وهو هذا اللي كتشوفوا في الصور، الدلاح الفايجه ديال زكوره. تبارك الله باين هاد العام هذا بلي غادي يعطي الغله مزيان، واخا تعطل شويه. كما قلت لكم، واخا يعني الغله ديال هاد العام هذا ديال الدلاح تعطلات، ولكن باين بلي غادي يعطي ان شاء الله، غتكون فيه واحد الكاليتي. تبارك الله اللهم بارك. وكما كتشوفوا يعني الصور يعني يعني ما كتستاهلش التعليق، باينه يعني بلي غتكون ان شاء الله بلي غتكون الجوده. وكنسمع تقريبا جميع المواطر، كنسمع دابا غير الصوت ديال المواطر اللي خدامين هنا. تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك. غير انا واحد القضيه لاحظتها، اي فيرما كتلقاها كيدور عليها مولاها، كيدور عليها هذا النوع هذا ديال الكسب على اساس يطكي الريح للدلاح، باش ما يبداش يهز يعني الدلاح. فاش كيخرج بحال هكا اللي كتشوفوا في الصوره، بحال الدلاح اذا كتخرج هكا من الجدر، ما كتبغيش تحرك، ما كتبغيش اللي يحركها او اللي يقيسها. داكشي علاش كيديروا هذا الكسب هذا، على اساس يطكي الريح سميتو الفدان او الفيرما، باش يعني الغله اللي فيها، خصوصا الدلاح، كنهضر دابا على الدلاح، خصوصا الدلاح باش ما يحركوش العجاج، باش يبقى يعني باش يبقى داكشي يعني اللي عطى الجدر يبقى فيه، حيت الدلاح الا تحركت في البلاصه صافي ما كتبقاش يا صالحه، لا ولا ما كتكبرش دغيا. كما كتشوفوا يعني دابا الان في الصور،
هذا الفلاح هذا ما مقتصرش يعني على التلاح بوحده، كما شوفوا راه داير القمح وداير خزو اللي كتشوفوا دابا، هذا في الصور مع الفول مع البصله ديال الحراف. على اين الاخوان هادشي اللي جاب الله في هذا الروبورتاج هذا؟ نورمالمون جيت عوال نصور العمليه ديال البيع والشراء هنا في الفايجه ديال كيفاش كتتم العمليه ديال البيع والشراء ديال التلاح، ولكن دوماج يعني لقيت التلاح باقي يعني باقي ما طيبش مزيان. قلت غادي نصور هذا الروبورتاج هذا قبل رمضان، ولكن دوماج هادشي علاش عوال دوماج ما كتبش. كان معكم المصور محمد عيادي من منطقة الفيجة هنا بإقليم زقورة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.